بور انفو. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل. هذه اخبار الرياضه من راديو ماد. البداية ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وبرنامج مباريات الجولة السادسة من مرحلة التتويج. السبت اليوم الأربعاء متاع العشية النادي الإفريقي يواجه الاتحاد الرياضي المنستيري بإدارة الحكم أسامة رزقله وتحكيم الفار لمجدي بالحاج علي. نهار الأحد غدوة 22 ماي الأربعاء في ملعب سوسة الإطوال يستضيف اتحاد بن قردين بإدارة الحكم كريم الخميري وحكم الفار أسامة بن إسحاق. وفي الملعب الطيب المهيري بصفاقس النادي الرياضي صفاقسي يستضيف الترجي الرياضي التونسي بإدارة الحكم هيثم أجيرات والفار باش يكون بإشراف يسري بوعلي. فاز الملعب التونسي البارح على أولمبيك سيدي بوزيد بركلات الترجيح 4-3 في المباراة الفاصلة من أجل تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي 2021-2022. نذكروا أن المباراة وفات في وقتها الأصلي بالتعادل 2-2. سجل الملعب التونسي حسن المسعدي في دقيقة 30 وكريم العواضي في دقيقة 68 قبل ما يعدل للأولمبيك خلدون منصور في دقيقة 88 وزياد الزعفوري في دقيقة 89. وهكا نقول مبروك للملعب التونسي التتويج بطل للرابطة الثانية. أشار موقع اتحاد لاعبات التنس المحترفات البارح في تقرير خاصه لتقديم التوقعات حول هوية أفضل اللاعبات اللي باش تكون عندهم الكلمة الأعلى والصوت المرتفع في دورة رولان جاروس على الملاعب الترابية في فرنسا السنة. وجاءت التونسية بطلتنا أنس جابر في المركز الثاني من بين 4 مرشحات للفوز بالبطولة هذه. نعطيكم الترتيب الأولانية أكيد أقول لكم تعرفوها الناس الكل، البولونية إيجا سويتيك الأولى في العالم واللي ربحت أنس في دورة روما. والمركز الثاني المرشحة للفوز برولان جاروس هي أنس جابر. في المركز الثالث نلقاو الإسبانية باولا بادوزا أكيد تعرفوها. وفي المركز الرابع البيلاروسية أريانا سابالينكا أكيد زادة تعرفوها كانت تواجهت مع أنس. بالنسبة لأولى بطولات الجراند سلام نحكيو على رولان جاروس تنطلق إن شاء الله غدوة 22 ماي وتتواصل إلى حدود 5 جوان. وإن شاء الله أنس جابر كما عملتها قبل تقريبا 10 أو 11 سنة فازت بالبطولة هذه وقت اللي كانت تلعب في الأوسط. إن شاء الله سنة يكون الموعد مع التتويج في واحدة من أهم البطولات العالمية للتنس. أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيان رسمي للدفاع على اللاعب إدريسا جاي في أزمته المثارة مؤخرا في فرنسا بشأن رفض المشاركة مع فريق باريس سان جيرمان في جولة دعم المثلية الجنسية. وقال الاتحاد السنغالي في بيانه تلقينا بمفاجأة وقلق معاملة بعض اللاعبين من أصل أفريقي، لقد تعرض إدريسا لتهديد صريح بهذه الجملة من خلال عدم المشاركة في هذه العملية، فإنك تثبت صحة السلوك التمييزي ورفض الآخر وليس فقط مجتمع المثلي. وأضاف البيان من الصعب العثور على الأسس القانونية أو التشريعية أو التنظيمية لمثل هذا النهج في نصوص كرة القدم أو الرياضة. الغرض واضح هو إجبار اللاعب على فعل ينافي إرادته الحرة. وتابع هل هذه فرنسا التي قيل لنا عنها في مدارسنا أن شعارها الحرية والأخوة والمساواة للجميع. كانت هذه أخبار الرياضة. دمكم معاذ الشريف، إلى اللقاء.